وعشان كرة القدم ما بقتش هواية بس، دي بقت صناعة وبقت بيزنس وبقت حاجات كتير جدا جدا، ومصير كتير جدا من اللعيبة والمدربين والأجهزة الفنية، وبعض كمان في بعض الأوقات بتبقى الإدارات بتبقى متوقفة على مباريات أو بطولات أو على تاريخ بيرصدوه أو بيعملوه في كرة القدم. واحد من أهم أسباب النجاح في أي بطولة عنصر التحكيم. هختلف واتفق مع ناس كتير جدا، وناس كتير جدا 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 بتقول كلمة حق دايما بيبقى مراد بيها باطل، محدش يبص للتحكيم والتحكيم يعني مش هو الفيصل ومش هو اللي خسركم ومش هو اللي، لا، في مواقف كتير قوي قوي أثناء المباراة بتبقى عنصر مهم فيها إن يبقى فيه قرار سليم. تقنية الفيديو كتير بيقولنا أفقدت متعة كرة القدم، أنا بشوف إنها قمة العدل وقمة الحيادية. يعني إيه المتعة؟ إيه المتعة إن في فرقة تبقى أقل أو فرقة أقل في الإمكانيات وبخطأ تحكيم ولا حاجة تضيع منها كل حقوقها يعني أو تسلب منها كل حقوقها. هنتكلم في عنصر التحكيم وليه إدارة مباراة الأهلي دايما بتنحصر على 7 أو 8 أفراد بس طول الموسم، وليه القائمة الدولية اختلفت السنة اللي فاتت عن السنة دي، واللي طلع ليه، واللي دخل معيار دخول القائمة الدولية كان على أساس إيه، وتقنية الفيديو من وجهة نظره، وكم حكم بيبقى مرشحين في الدوري الممتاز. وبالتأكيد كمان مش هيخلو الحديث عن أولى المباريات النهاردة، الاتحاد والمقاولين العرب والطاقم التحكيمي اللي هيدير أول مباراة الدوري ومباراة بتروجيت والزمالك بالتأكيد مع كابتننا كابتن سمير عثمان. مساء الفل. مساء نورك السيد، عامل إيه؟ الحمد لله. الأخبار؟ صحتك طيب؟ كله كويس؟ الحمد لله. أمورك كلها تمام؟ لغاية دلوقتي الحمد لله. بتضحك ليه؟ وحشتني والله حبيبي. سنة كده حبيبي حبيبي أول نقعد مع بعض كده. كابتن سمير، يعني تحب تبدا منين؟ الطاقم التحكيمي اللي هيدير مباراه الاتحاد والمقاولين وبتروجيت والزمالك، ولا عايز تقول مقدمه في الاول كده في افتتاحيه الدوري؟ اتفضل. عاوز اقول مقدمه سريعه. طبعا كل الانديه استعدت استعداد جيد عن طريق المدير الفني وعملوا معسكرات. نفس القصه لجنه الحكام الرئيسيه بقياده كابتن عصام فتاح ومعاه كل اعضاء اللجنه، دكتور عزب وكابتن وجيه وكابتن نادر وكل الناس وكابتن جمال معاهم وكابتن محمد الشناوي. الاعداد بيسلم عليك وبقول لك علي صوته شويه. والله طب الاسامي اللي انا قلتها كلهم دول عمل الاتحاد المصري عن طريق لجنه الحكام عملوا 6 معسكرات، 5 معسكرات رجال ومعسكر 1 سيدات. ده بيتعمل فيه كذا حاجه يا كابتن. اول حاجه طبعا اختبار اللياقه البدنيه، بعد كده الحاجات التعليميه والمستجدات في قانون كره القدم، مع طبعا اختبارات كل يوم فيديو، يشوفوا فيديو في القاعات وبعد كده يطبقوا العملي في الملعب زي بالظبط المدير الفني بيعمل مع الانديه. اتحاد الكره برضو السنه دي عمل كده مع الحكام. تمام. وكابتن عصام عبد الفتاح استقر على 30 حكم فقط هيديروا مسابقه الدوري العام الممتاز. 30 حكم فقط كل المباريات. مع لو ظهر وجوه جديده من اللي هيلعبوا في القسم الثاني ممكن يدفع بيهم في الاسابيع الاخيره من الدور الثاني. وده طبعا فكره يا كابتن سيد، انا من وجهه نظر هنا فكر سليم، لان المدير الفني لاي نادي لازم يلعب بافضل ناس عنده عشان ينجح في البطوله بتاعته. الناس المسؤولين عن لجنه الحكام شايفين ان 30 حكم هتبقى كيفه، والمفروض العدد ده كويس، لان انت زودت يا كابتن سيد عن عدد 30 ممكن برضو في مباريات كتيره ممكن ايه ما تطلعش بالكفاءه العاليه. فرقم 30 ده رقم كويس جدا تدير بيه كل مسابقات الدوري الممتاز اللي هو القسم الاول، واكيد يعني هيبقى على الاقل من ضمنهم 5 من 6 حكام الجداد ان شاء الله. طيب، يعني دايما بسمع التصريحات، يعني كل الناس في كاس العالم مثلا، كاس العالم اللي فات تمام، بتلاقي مدير فني بيتكلم على عنصر التحكيم في جمله كده ولا حاجه، ما فيش شد وجذب بعد الموضوع ولا حد بيعلق على التصريحات ولا حاجه، وامر بيعدي. تمام. اوكي، ليه احنا دايما هنا يعني ان انت تتكلم في الامور التحكيميه ده شيء محرم، يعني ممنوع تتكلم عن الامور التحكيميه؟ هي الطريقه ولا الالفاظ ولا المبدا نفسه؟ لا، المبدا متاح طالما انت بتتكلم في حاجه باطار باسلوب كويس وبتتكلم في حاجه فنيه مفيش مشكله. بس في بعض الاحيان وبيحصل كتير منها في مصر يا كابتن، بتلاقي الحكم لازم يخطا على فكره، زي ما حضرتك عارف، زي المدرب بيخطا واللعيب بيخطا. تمام، مش بنقفي اي حد، بس بتبقى في بعض الناس لما بيتغلبوا مثلا او شايفين ظلم بيتكلم باسلوب غير لائق، بيرمي تهمه على الحكم، اصعب تهمه على الحكم يا كابتن سيد ممكن تقولها انه قاصد يخسر فرقه. ممكن انا انزل في مباراه ما بقاش موفق بس مش قاصد اني اخسرك،
طبعا دي مش موجوده. لا طبعا بيبقى الحكم يعني بالظبط حكم. لا طبعا حقيقي والله طبعا طبعا. انا يعني انا السنه اللي فاتت الكابتن في بعض المباريات مثلا خلصت انت في كتير ما كنتش قاصد يعني 15 ماتش كتير قوي بالنسبه للاهلي ما كنتش قاصد مش قصدي ما قصدتش كتير قوي يا كابتن سمير. لا معاك انت 10 مواسم بس اتفضل يا كابتن. واخد بالك تلاقي يا كابتن المدرب بعد ما بيخلص بيلف على كل القنوات الفضائيه بيهاجم الحكم في حين الحكم ما يقدرش يتكلم لان تعليمات الاتحاد الدولي انت ما تقدرش تدافع عن نفسك حتى لو انت سليم. للفلسفه بتاعت الاتحاد الدولي لو الحكم دافع عن نفسه وهو سليم وطلع في وسائل اعلاميه ودي ممنوعه وهو سليم طب اما يخطئ هيطلع يدافع عن ايه؟ فما ينفعش. فالمفروض العمليه تقنن واللي بيرد على لجنه الحكام المتحدث الرسمي حد من اعضاء لجنه الحكام او بيبقى رئيس لجنه الحكام. فتلاقي المدير الفني بيلف على كل القنوات الفضائيه لغايه ثاني يوم وقاعد بقى الحكم عمل كذا وكذا وكذا وده طبعا اخطاء وارده وهتحصل اخطاء بس الناس عارفة مفيش حكم في الدنيا عاوز يخلي شكله وحش. نرجع لمرجعنا السريع طبعا القائمة اللي هتتلعب السنة دي بتاعت الحكام 30 بالظبط هيبقوا حوالي 30 حكم هم اللي هيديروا دوري الممتاز بإذن الله مع وجود بعض الأسامي أكيد يعني في وجوه جديدة لازم اللجنة هتطلعها ويبقوا من 5-6 حكام بإذن الله. الشغل شغل لجنة الحكام أي لجنة حكام مصرية بتيجي في الوقت ده الإعداد القائمة الدولية. احنا في مصر كابتن سيد عندنا 6 قوائم دوليه 6 قوائم بالنسبه للرجال حكام ساحه ومساعدين والسيدات برضو ساحه ومساعدين كده 4 قوائم وعندنا في حكام اسمهم حكام دوليين للصالات وحكام دوليين للكره الشاطئيه. الست قوائم دول يهمنا بقى قائمتين فيهم بصراحه يعني اللي هم الحكام الرئيسيين تمام. في اختبارات في معايير الاول بتطبق على اختيار الحكم الدولي. المعايير دي الاتحاد المصري ما ينفعش يعرضها غير ما تجيله التعليمات من الاتحاد الدولي احنا الحكم الدولي عاوزينه سنه ما يزيدش عن كذا وبعض المتطلبات. فدي بيشوف الحكام المؤهلين اللي ممكن يخشوا الاختبارات وبناء على ذلك بيختارهم. القائمه الدوليه في مصر 7 حكام ساحه و7 حكام مساعدين. في بعض الدول الاجنبيه وبعض الدول الثانيه ممكن تلاقي 7 حكام الساحه دول لا ممكن يبقى عددهم 12 في دولة تانية 14 في دول تانية بيبقى حكم الساحة 2 أو 3 ده عشان المستوى الفني يعني على المستوى الفني على المستوى الفني بتاع كرة القدم ولا اسم الدوري مثلا يعني الدوري المصري لا هناك الدوري مثلا الإسباني الدوري لا بتتغل كابتن سيد على المستوى الفني للمنتخبات. اوكي منتخبات يعني هتلاقي احنا 7 هتلاقي في انجلترا والبرازيل وفرنسا والأرجنتين. طب احنا اكتر دولة افريقية لا عندنا السودان زياده عندنا بواحد ده لغايه السنه اللي فاتت. طب يبقى كده انت في يعني معيار من معايير يعني 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 انا المفروض يعني احنا يعني انا اتقارن مع تونس والمغرب والجزائر تمام انما السودان لغايه السنه اللي فاتت كان في واحد زياده بس ده كان زياده قد يكون عشان كان مصاب وبعد كده عملوا استكمال ليه بس هو المعرف عليه هو 7 ولا في حاجه ثانيه؟ لا يعني بنسبه 95%. طيب هنعديها دي لحد ما تشوف اوانها. طيب في كاس العالم في كاس العالم يعني مش تقليع او 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 تاليفه من القائمين او المسؤولين على الحكام في كاس العالم مثلا بيقيسوا قوه المباراه مع المنتخبات اللي هتتلعب مظبوط وبيحطوا حكم عنده خبره كبيره عنده خبره دوليه عنده شخصيه بتقدر تتعامل مع النجوم او الناس اللي موجوده مفيش اي عيب في كده خالص مظبوط وشفنا ده في كل المنتخبات الكبيره اللي بينها وبين بعض مثلا يعني مش عيب. بيحصل لي نوع من يعني مش مساله هبقى اتجنن او هتضايق ليه في بعض الاوقات بيحصل نوع من التجربه اوكي في مباراه مش في اوانها او مش وقتها. على سبيل المثال مثلا السنه اللي فاتت احنا في افتتاحيه الدوري مثلا حكم لنا كابتن احمد حمدي انا مقتنع ومتاكد ان هو ممكن يبقى حكم كويس هي. حكم الاهلي مباراه الاهلي وطلع الجيش يعني اوكي لكن انت مش بتفيده كده على فكره انت بتضره يعني في وقت من الاوقات الطلعه الاولى دي ما تبقاش مع الاهلي يعني خلي الدنيا وخصوصا لو قوه الماتش كبيره ولا حاجه ادي حكم دولي حد عنده خبره عنده قدره على السيطره وده مهم قوي يعني الحكم برضو مش مساله قرارات فنيه وبس لا شخصيه في بعض الوقت بيحس طبعا ان في مشكله ممكن تيجي في الوقت الحالي طبعا مشكله اداريه فنيه مظبوط اتفضل انا اتفق مع حضرتك تماما. احمد حمدي ده كان من الحكام المميزين جدا والدليل على كده اللي شجع لجنه الحكام تبتدي بيه دي سياسه. السنه دي اعتقد السياسه متغيره شويه ودي هتبان في بدايه المباريات الاولانيه ما تلاقي مين اللي هيدير طاقم ماتشات الاهلي والزمالك في البدايه. كل لجنه ليها سياسه معينه. فكر اللجنه السنه اللي فاتت كان عاوز يجرب بحكم جديد شايفه فيري بوتنشال حكم واعد جدا شاف ممكن ما يكونش حصل نوع من انواع التوفيق في المباراه دي انما هو الصح طبعا
صحه طبعا، لازم ابتدي بالحكام اللي هم الصفوه اللي بتوعي، عشان اول اسبوع الكابتن سيد ده بيبقى اعلان لكل الدوري. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، واعلان ده مستواي زي في كاس العالم، بدا بافضل حكم ودليل على كده، بدا بالحكم الارجنتيني ونهى الفاينل بي. فاعتقد السنه دي كابتن عصام هيبتدي بالصفه بتاعه الحكام عشان يعلن ده المستوى بتاعي بقيه الموسم ان شاء الله. انت بكمل معايا، فعندي ثلاث اسئله سريعه كده قبل ما استقبل ضيوفنا طبعا اللي هيكونوا مشرفين هنا في الاستوديو التحليلي، هيبقى كابتن حلمي طولان، كابتن حماده صدقي، كابتن اسامه حسني، ونتكلم ونستعرض حاجات كتير من الدوري المصري، واولى المباريات اللي هتجمع ما بين الاتحاد والمقاولين العرب، ثم مباراه بتروجيت والزمالك. عندي ثلاث نقط، ايه رايك في تقنيه الفيديو؟ تقنيه الفيديو كويسه، بس المفروض كان يبقى فيها تعديل بسيط، ان يبقى حكم الفار اللي فوق ده يبقى حكم ذو خبره عاليه، مش حكم من الحكام اللي هم تصنيفهم تاني في كاس العالم. يعني كان بيحكم تصنيف اول هم حكام. طب هو مساعد ولا ايه ولا اساسي؟ يعني كان اتنين تمشي. اوكي، كان اتنين حكام رئيسيين ومعهم واحد مساعد. ده فلازم اعتقد كان اتحاد له هدى شويه، كان جاب ناس حكام خبره حتى لو مبطلين، لان انت اللي بيقيم المفروض يبقى اعلى من اللي جوه. طيب سريعا بقى، الوجوه الجديده في القائمه الدوليه وليه دخلوا وليه اللي خرجوا من القائمه الدوليه، ومش عايز اقول معيارها لان اتكلمنا فيها بقى بالظبط. هو حتى هذه اللحظه محدش خرج، هو في اختبار لياقه بدنيه اتعمل، في المجموعه بتاعت السلفات كلها نجحت، ودي بنسبه 95%. طيب سريعا، اللي نجحوا كلهم جهاد جريشة، okay. إبراهيم نور الدين، محمود البنا، محمد عادل، محمد معروف، أمين عمر، ومن ست حد تاني بقى. كابتن الحنفي فين؟ ومحمد، لا محمد الحنفي خرج السنة اللي فاتت هو وعاشور لبعض الإصابة. محمود عاشور بس عندهم إعادة، عندهم فرصة ممكن يخش تاني. سعيد حمزة بره؟ لا سعيد حمزة ما دخلش خالص القائمة الدولية. طب أحمد سامي؟ طارق سامي حكام كرة الصلاة، برضه دولي في كرة الصلاة. وجهة نظري الشخصية ان من اكفأ الناس او من احسن الناس سعيد حمزة وطارق سامي، يعني ليهم مستقبل كبير. الشهادة برضه يعتزوا بيها يسمعوها بصراحة. طيب كابتن بسيوني وكابتن مجدي والصباحي دخلوا برضه ولا؟ محمود بسيوني كان موجود السنة اللي فاتت بس خرج، اوكي، لبعض الاسباب برضه في القايمة، وليه في حق انه يخش تاني ان هو نجح في اختبار اللياقة البدنية. انا نسيت احمد غندور، هو كان الاسم السابع اللي ناقص. احمد غندور في السنة اللي فاتت موجود ما دي من ضمن القايمة اللي موجودة. طيب طبعا هنكمل كلامنا بالتاكيد، لكن حاجه قبل ما نطلع فاصل، واستنى حضرتك وتستناني في اخر اليوم، ليه بدلات الحكام او فلوس الحكام بتتاخر؟ ده دايما العنصر المغضوب عليه، او مش عايز اقول مهمش، مش عايز اقول كده، لا عيب، لكن ليه مش عنصر زي لعيب الكوره، زي الجهاز الفني، زي ليه كل واحد بيتاخر له فلوس مثلا، سواء كان لعيب او مدرب، بيبقى له الحق اتحاد الكره يجيبه له، ليه اتحاد الكره نفسه بقى ما بيديش حقوق الحكام في وقتها وفي ميعادها؟ انا حكمت 25 سنه، هو النقطه السلبيه في عنصر التحكيم هي البدلات. المفروض دي من اول الموسم، والنادي زي ما حضرتك انت قبل ما تطلع الكارنيهات بتاعت النادي بتاعك انت بتدفع فلوس الحكام، المفروض اول فلوس الحكام دي تدفع لاتحاد الكره. ده من وجهه نظري انا، لازم يتفتح حساب فرعي في اي بنك يبقى ده خاص ببدلات الحكام، خاصه الانديه بتدفع، انديه الدوري الممتاز بتدفع كامل القيمه الماديه في بدايه الموسم. مين اول حكم النهارده هيدير اول لقاء؟ ان شاء الله ربنا يوفق طارق مجدي ان شاء الله باذن الله. طارق مجدي ان شاء الله باذن الله. مساعدينه احمد ساهر ومحمود لطفي ان شاء الله، وبتروجيت والزمالك امين عمر ان شاء الله. كويس، على العموم مستنيك زي ما قلت لحضرتك بالليل لنا كلام كتير جدا جدا، نكون بقى حضرتك اتغديت وشربت شايك وتمام التمام ومية مية، ونتكلم على الحالات التحكيميه بالتفصيل. مكملين مع حضراتكم، وزي ما قلت العنصر الاساسي او المهم جدا 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 في المنظومه هو العنصر التحكيمي. ادوا للناس فلوس كويسه، ادوا للناس انتقالات كويسه، ما تخلوش حد، يعني مش عايز اقول كده حكامنا شرفاء وحكامنا ممتازين وهايلين من احسن الحكام اللي موجوده في افريقيا والوطن العربي كله، لكن ما تخليش الحكم يعني دايما هو العنصر الاقل او العنصر الاضعف من حيث الحته التحكيميه. يا عم يعتبر الحكام دول لعيب او اتنين فشلوا في الدوري المصري بقيمتهم التسويقيه، كتير جدا من الانديه ممكن يجيب لعيب ب 15 و17 مليون جنيه او 20 مليون جنيه وما ينجحش، وده وارد جدا. اعتبر اتحاد كوره دايما زي ما انت بتجيب حقوق اللعيبه او بتجيب حقوق الاجهزه الفنيه بيتقدموا لك بشكوى ضد ناديهم فبتجيبها لهم في ظرف شهر شهرين ثلاثه، اعتبر الحكم ده او الحكام ال 30 دول ناس يعني عندهم القيمه الماليه وعندهم الايمج بتاعهم والمكانه عندهم وسط الناس، لازم تكون القيمه الماليه كمان بالنسبه لهم تكون مناسبه لقدراتهم وامكانياتهم. كلام كتير جدا
هنخوضه مع كابتن سمير عثمان في نهايه اليوم، لكن هنطلع فاصل ونستقبل ضيوفنا كابتن حلمي طولان، كابتن حماده صدقي، كابتن اسامه حسني، وهنتكلم على اولى المباريات في الدوري الممتاز موسم 2018 2019 للاتحاد والمقاولين العرب.